السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم في فيديو جديد عن ملامح الريف المصري، وها هي الأشجار المصرية الرائعة، وها هي الطبيعة البكر. هذا هو ريفنا المصري. العودة إلى الريف هي الصحة والحيوية والحياة، هذا ما يؤكده العلماء في دراسة مهمة بإحدى الجامعات البريطانية. هذه الدراسة تطالب بتشجيع الناس على الخروج إلى الطبيعة والمساحات الخضراء والهواء الطلق، والذي من شأنه تحسين الصحة العقلية والصحة الجسدية، لأن ممارسة المشي والتنزه بين الحقول ورؤية الأشجار وجداول المياه اللي هي الترع الصغيرة ورؤية الطيور وحيوانات الريف يرفع من الحالة المزاجية ويدعم الثقة بالنفس. وأكد قائد فريق البحث البريطاني هذا أنه على الرغم من أن كل البيئات الطبيعية مفيدة جدا لصحة الإنسان، إلا أن الريف والمناطق الخضراء هي الأفضل. نعم، إن الريف بأشجاره بنباتاته هو الأفضل لصحة الإنسان الجسدية والنفسية وللمزاج العالي. ولهذا تؤكد دراسة أمريكية، هذه الدراسة الأمريكية تؤكد أن خروج الأطفال والكبار إلى المتنزهات والحدائق والذهاب إلى الريف واللعب والمشي وسط الأشجار وفي مكان عشبي يحسن من صحة طبعا الأطفال والكبار الجسدية، يحسن من الصحة الجسدية ويقوي المناعة ويرتفع بالذكاء ويعزز القدرات العقلية. ولهذا تؤكد الدراسة أن الأطفال الذين يعيشون في أحياء كلها أشجار ومناطق خضراء صحتهم أفضل من الأطفال الذين يعيشون في مناطق كلها مباني أسمنتية وخرسانية داخل المدن، يتعرضون لأدخنة السيارات وأدخنة المصانع وجميع أنواع الملوثات. ولهذا لم يكن غريبا أن يصدر مجلس النواب الأمريكي قانونا لقى استحسانا وإعجابا من الجميع بأنه لا يبقى طفل حبيس المنزل، وإنما يجب على الأسرة إخراج أطفالهم إلى الحدائق والأماكن الفضاء المفتوحة والطبيعة الجميلة. ولقد سمعت بنفسي الرئيس الروسي وهو يتحدث عن جائحة كورونا والوقاية منها، وينصح أهالي روسيا بالخروج إلى الطبيعة والذهاب إلى الريف. هذا ما سمعته وشاهدته في وسائل الإعلام. نعم، الجو الطبيعي، الهواء النقي، شمس الصباح الباكر، هذه كل هذه النعم الطبيعية ترفع جهاز المناعة وتقي الإنسان من الأمراض. حفظنا الله وإياكم من أي أمراض أو أوبئة بإذن الله. هذه الأشجار الرائعة، هذه الطبيعة البكر، أثبتت الدراسات أن المشي بين الأشجار بإذن الله يطيل العمر ويقي من الأمراض. أثبتت دراسة يابانية أجريت على 3000 شخص مقيمين في طوكيو أن المشي في المساحات الخضراء والهواء الطلق وطبعا شمس الصباح الباكر، كل هذا يرفع جهاز المناعة وبإذن الله يطيل العمر، وأنه من الضروري جدا للإنسان
أن يتقرب إلى الطبيعة ويلامس عناصر الطبيعة هذه. نعم، يجب أن يلامس الأشجار والنباتات